والآن نأتي إلى الجزئية الأهم في هذه الورشة، وهي الطرق التي أحفز بها ابني لأداء الواجب المدرسي. مهمة لأنه من الضروري علينا كآباء وأمهات أن لا نفرض أي عقوبات على الطفل اللي ما بحب يؤدي واجبه المدرسي أو ما بحب يدرس، بل على العكس علينا أن نجد الطرق والوسائل التي أحفزه بها لذلك دون ضغط، وذلك حتى يتمكن الطفل من أنه يكون عنده حافز داخلي. هالشيء ما بيجي إلا إذا اتبعنا معه بعض الطرق والأساليب اللي المفروض نتبعها مع أبنائنا. سنتناول مجموعة من الطرق، أتمنى أنه تكون مفيدة وفعالة لكم لتحفيز أبنائكم. أول نقطة هي الروتين اليومي. طبعاً كلمة الروتين قد تعطي انطباعاً للبعض بالملل أو أنه زهق، أو طبعاً الروتين اليومي معناه التنظيم. يعني أنا لما بكون مخصص وقت محدد لابني، مثلاً هو بيطلع على المدرسة بوقت محدد وبرجع بوقت محدد، بخصص له وقت مثلاً وقت الغداء، بعد الغداء بخصص وقت للعب، بعد ذلك للمذاكرة ومثلاً لأخذ الحمام اليومي، وبعدين يتعشى وينام. كل هذا عندما يكون وفق روتين يومي فإن الطفل سيتحمس لأداء المهمات اللي موجودة عليه، لأنها تصبح عادة، والعادة الواحد ما بزهق منها. يعني كلنا مثلا متعودين على أشياء نعملها كل يوم، ما بنمل منها إذا كانت ضمن جدولنا اليومي. كذلك الطفل علينا أن نحدد له برنامجا يوميا نساعده فيه على أداء المهمات المطلوبة منه. الروتين شيء كتير جيد، بخلي ساعة الطفل البيولوجية تتبرمج تلقائيا على أنه عنده واجبات وعنده مذاكرة لابد أن يؤديها. فمع الوقت سنجد أن الطفل مجرد عندما يحين وقت أداء الواجب لحاله دون أن تعلميه بذلك، راح يقول لك أنه مثلا صار وقت أني أحل الواجب أو صار وقت أني أدرس. بإمكانكم تخصصوا يوم كإجازة من المذاكرة، ممكن يكون يوم الخميس أو يوم الجمعة حسب كيف أنتم مثلا منظمين حياتكم. ممكن نخصص وقت يوم الجمعة الصبح مثلا للمراجعة للمذاكرة، بس أنه يكون ضمن روتين معين. يعني مش اليوم والله أنا حابة أدرس ابني الساعة 4 خلص أنا بلتزم، بكرة حابة أدرسه أو أبلش تدريسه الساعة 2 لازم، الساعة 5 مرة، الساعة 6 مرة. هذا الشيء رح يخلي الطفل يتذمر في كل مرة بتعرضي عليه أداء الواجب المدرسي. النقطة الثانية إعداد البيئة الأمثل لأداء الواجب المدرسي. يعني بيئة الدرس يكون مكان هادئ، وهذا الشيء أساسي، يكون ثابتاً نوعاً ما. يعني إذا حددنا إنه المذاكرة تكون في غرفة الطفل، تكون في غرفة الطفل، في غرفة الجلوس، في غرفة السفرة، وين ما تحددوا مكان، ولكن ينبغي أن يكون هذا المكان ثابتا حتى يصبح روتين، حتى المكان بيصبح روتين. مهم إنه يكون جيد التهوية وإضاءته منيحة عشان ما تحسس الطفل بالانزعاج لأي سبب ما. يعني برودته تكون معتدلة، لا هي بارد كتير ولا هي شوب كتير. إعداد البيئة الأمثل لأداء الواجب المدرسي شيء كتير مهم. طبعاً الغذاء الصحي
مطلوب منا أن نوفر لأبنائنا، ولكن توفير وجبة خفيفة صحية خلال وقت المذاكرة أو بعد أو قبل مهمة جدا، يكون فيها بعض العناصر اللي موجودة، وخصوصا المكسرات النية لها فوائد كتير عظيمة لو حطينا يعني بس مش حبة، كم حبة بس. في عندنا مثلا الجوز أو اللي بيقولوا له عين الجمل، مفيد جدا للذاكرة، مفيد، يعمل على تقوية الدماغ. مثلا بعض الفواكه، نوفر وجبة خفيفة. الطفل في فترة الراحة بين المادة والمادة ممكن يتناول منها، أو إنه إذا حس حاله تعب في هاي الفترة ممكن يتناول منها، أو أنا ممكن في وقت البريك ممكن أعطيها حتى يتناولها، ودون أن يؤثر ذلك على مثلا وزنه أو غيره. نجيب لأولادنا أدوات محببة للمذاكرة مثل الأوراق والأقلام الملونة، والأوراق الملونة، الهايلايترز، الدبابيس الملونة، مسطرة حلوة، البراي، هاي الأشياء الملفتة للنظر اللي بتلفت نظر الطفل. يحبذا إذا كان معانا هالطفل وعم يختار أدواته بنفسه. ممكن هاي الأشياء ما نبعتها للمدرسة لأنها ممكن تكون يعني ملهية له في الصف، لكن في البيت بيكون عارف انه هاي الاشياء راح استخدمها وقت حل الواجب في البيت. كمان فكرة حلوة بنستخدمها مع ابنائنا هي عمل ملف للمذاكرة. هذا الملف يكون لابننا بس، مخصوص له، مكتوب عليه اسمه. راح نشرح شوي عن هذا الملف. ماذا سنحتاج؟ رح نحتاج إلى أوراق ملونة، لاصق، قلم، مقص، ستيكي نوتس أو أوراق ملاحظات، وطبعا الملف. أول شيء رح نعمل غلاف الملف. غلاف الملف نحط في عليه صفات الطالب الحلوة. يعني مثلا هو حابب يصير مهندس، نحط عليها المهندس أحمد، نحط عليه الكلمات اللي بتوحي له إنه هو شخص عظيم، الصفات اللي بتعطيه دفعة إيجابية للأمام، مثل أنا ذكي، أرضي ماما وبابا، رائع، أشطر طالب في الصف، نشيط، منظم، أركز في الصف، ملتزم. أي كلمة، أي جملة، أي عبارة فيها تحفيز للطفل بنحطها بالستيكي نوتس بهاي الطريقة، وبنلزقها على الفايل وبنثبتها باللاصق الشفاف، بحيث انها تكون امام طفلنا كل يوم يقرر فيها المذاكرة انه يمسك هذا الملف، لانه الملف هذا رح نحط فيه اشياء تانية للمذاكرة. كل يوم يمسك فيه هاي الملف يشوف هاي الصفات اللي بتصير راسخة عنده. يعني لما أنا أقول له نشيط، الصفة هاي رح ترسخ عنده لدرجة إنه خلص هو مقتنع إنه هو نشيط، أو إني أنا رائع، أنا رائع، أنا منظم، يبقى لازم أنظم المذاكرة، وهكذا. منيجي للصفحة الأولى في الملف، ممكن نجيب أوراق النايلون اللي بنحطها جوا الملف وندخل فيها ورقة مكتوب عليها أو معمول عليها هاي الأشياء، أحط فيها إنجازاتي الجميلة اللي صارت لابني في هذا الأسبوع. مثلا حصل على درجة كاملة مثلا، أو ساعد الماما بشي، أو مثلا حل مسألة صعبة، أو حل واجب طويل، أو قدر يحفظ سورة قرآن، أو يقدر يحفظ قصيدة. بقدر أكتب عليها الإنجازات اللي شفتها، مثلا إنه ابني مثلا مشاغب وكل يوم والتاني بتيجي عليه شكاوي في المدرسة، اليوم اللي بيجي ما ولا واحدة من المعلمات تواصلت معك أو اشتكت عليه، أنت على طول تحطي له إياها إنه ما حد اشتكى عليك اليوم، بالعكس لمس مدحتك، أو أخذ ستيكرز حلوة بالصف، تحطي له إنجازاتي الجميلة.
بيكون بعد ورقة إنجازاتي الجميلة ورقة اسمها ورقة الاتفاق اليومي. ورقة الاتفاق اليومية هاي ورقة ممكن أعملها مع ابني، ورح تكون مرفقة مع الورشة PDF فايل، بحيث إنه تقدروا طبعا فاضي رح تكون، رح تقدروا تطبعوها تسحبوها، ممكن تجلتنوها بجلات شفاف، أو ممكن تعملوا لها لامينيشن اللي هو التغليف الحراري، بحيث إنكم تقدروا تكتبوا عليها كل يوم بدل ما تقعدوا يعني تضيعوا ورق كتير. ورقة الاتفاق هاي بحط فيها الواجبات المطلوبة من ابني، الواجبات بمعنى كل ما يجب عمله في البيت. طبعا ورقة الاتفاق اليومية عشان أنا أخلي ابني يلتزم فيها بحب، أختار أنا واجب وهو يختار واجب عشان يحس حاله أنه هو كمان له رأي في عملية المذاكرة. بحط الواجبات اللي مطلوبة منه، مثلاً حل واجب العلوم، مذاكرة درس التاريخ، حل صفحة 56، بحط كل المطلوب منه ونبلش نحله ونخلص شي شي، وكل ما خلص يشطب هذا الإشي، حيعطيه إيحاء بإني أنا قربت أخلص، لأنه كل ما نقص الموضوع كل ما هو قرب من الهدف، لذلك سيستعجل وينجز المهام اليومية. بنيجي للجدول الأسبوعي. الجدول الأسبوعي هذا الجدول كمان رح يكون مرفق مع الورشة، برضو بنفس الطريقة بنحط التاريخ، بنكتب الأشياء المطلوبة من ابننا خلال الأسبوع كامل. يعني مثلا إذا عنده تسليم مشروع بعد 4 أيام، بحط من ضمن الواجبات التسليم المشروع إمتى، بحيث أني أنا أطلع على الجدول الأسبوعي وأنهي المهام المطلوبة مني قبل الموعد المحدد أو الموعد قبل الموعد المطلوب مني أني أنفذ فيه هذا الشيء. أيضا هناك ورقة بدي أسميها ورقة الاتفاق الشهرية، بقسم الورقة على عدد أيام الشهر، وأحيانا بيكون للاختبارات الشهرية مثلا أو للواجبات الشهرية اللي ممكن يعطوه مشروع بعد أسبوعين بعد 3، اللي هي طويلة الأمد أو طويلة الأجل، بتكون أيضا موجودة في هذا الملف. طبعا الملف شيء كتير محفز، لما بحط إنجازات الولد، لما بحط يعني كتري إنجازاته كتريها وحط له إياها في أول صفحة عشان أول ما يفتح الملف يشوف قديش هو أنجز. حتى ممكن تحطي له من الإنجازات إنه انتهى من وقت المذاكرة وكل مثلا إجاباته صحيحة قبل الوقت المحدد للمادة. نبدأ بالمواد الصعبة فالأسهل، لأن الطفل بيكون في بداية المذاكرة بيكون عقله يعني فريش ومستعد، لذلك نبدأ بالمواد الصعبة حتى ننتهي منها، وبعد ذلك نتوجه إلى المواد الأسهل. مهم اني انا اعطي الطالب فرصه للعب بعد عناء اليوم الدراسي. يعني ابننا بيطلع من الصبح برجع الظهر، مش منطق ابدا ابدا اني ابلش مذاكره قبل الغداء مثلا، ولا منطق اني انا ما اعطيه فرصه ليلعب بعد ما يروح. يعني مثلا ممكن اخصص له نص ساعه بعد ان يتناول الغداء للعب، وبعد ذلك نبدا المذاكره، وبعدين اعطيه كمان وقت ليرجع يلعب شوي فيها. يعني حياه الطفل مش المفروض انها تكون كلها بس دراسه ومذاكره وواجبات، فطبيعي اذا كان انا ضاغطه بهاي الطريقه يبلش يتذمر ويبلش يكره الواجب. استخدام وقت المنبه لتقسيم وقت المذاكرة على فترات، وبعدين نعطي مساحة خاصة للطالب. يعني مثلا احنا عندنا واجبات، انا عارفة الواجبات هاي مثلا رح تاخذ مع ابني ساعتين، يفترض اني اخصص لكل مادة ربع ساعة تلت ساعة حسب انا شايف الواجب. بعدين استخدم المنبه، ممكن التايمر تبع التليفون، او ممكن اجيب له منبه عادي، في منبهات كتير شكلها لطيف ممكن استخدمها. بعد مثلا بعطي الطفل
بعد كل واجب بعطيه شوي، بعطيه مساحة خاصة له يلعب فيها، ينط، يركض، يعمل اللي بده إياه، يتفرج على التلفزيون، يمسك التليفون، شو ما كان، بس المهم إنه أعطيه مساحة خاصة فيه. يعني خلص وروح، فهو بهاي الطريقة رح ينجز أسرع. يعني إذا كنت مخصصة للواجب ربع ساعة، ممكن ينهي لي إياه بخمس دقائق. ليه؟ لأنه هو عارف إنه الربع ساعة هاي محسوبة من ضمن المذاكرة، فإذا هو خلص حتكون من ضمن اللعب. واتبعي معاه هذا الشيء عشان يصير يوثق بالتخطيط اللي أنت بتخططي له إياه. استخدم العداد المؤقت، يعني لما الستوب واتش او زي ما قلت تايمر التليفون، بنقدر نستخدمه لتحديد وقت المذاكره. يعني لما بقول له الواجب هذا لازم ياخذ منك اكثر شيء ربع ساعه، بنقول اكثر شيء مش اقل شيء، لانه الطفل اللي بتعود انه ياخذ راحته بالوقت دائما بالصف ملحوق وما عم بخلص المطلوب منه، المهمه المطلوبه منه. دائما الشكوى من المعلمات انه ابنك كثير بطيء، ابنك ما بيخلص على الوقت. في لوحة بنسميها اللوحة الذكية، هاي اللوحة بحط عليها الأشياء الصعبة، معلومة مثلا ابني ما قدر يحفظها منيح، جدول ضرب، معاني مفردات، كلمات الإملاء، شو ما كان أنا حابة إنه ابني يكررها بحطها أمامه. وقبل النوم قبل وإحنا فايتين على الغرفة بنوقف قدام هاي اللوحة وبنكررها، بنقرأها كل يوم لمدة 10 دقائق مثلا أكثر شيء، بعد هيك بنروح بننام. هاي الفترة ثبت إنه المعلومات كتير بتركز فيها بمخ الطفل، وطول ما هي اللوحة قدامه طول ما تذكر المعلومات الموجودة فيها يصبح أسهل. ولما تحسي إنه الطفل استوعب المعلومة تماما، ممكن إنك تخففي من وجودها على اللوحة أو إنك تشيليها. تقديم الدعم، مطلوب منا نقدم الدعم النفسي والدعم المادي اللي هو الواجبات، مساعدة بحل الواجبات. طبعا ما نكتب، قلتها قبل هيك، ما نكتب أبدا لابننا مهما كان السبب، ولا نكتب له على ورقة ونقول له انقل الواجب. تقديم الدعم بمعنى أسهل له الواجب، أبسط له إياه، أشرح له السؤال المطلوب، أطلب منه أنه يحاول، يعني مهم إنه هو يحاول بنفسه. إذا لم يستطيع إنه أشجعه مرة ومرتين، إذا لم يستطيع أقوم بمساعدته أفهم ليه هو مش عارف يحل الواجب، وبالتالي أساعده بإنه يحل. الإيحاءات الإيجابية زي ما ذكرنا، الصفحة الأولى من الفايل لابد أن تكون كلها إيحاءات إيجابية. أنا لما بقول للطفل أنت شاطر وبضلني أسمعه هذا الكلام كل يوم حيطلع شاطر، إذا قلت له أنت غبي أو أنت أي كلمة من هاي الكلمات غير محببة أبدا أبدا، يعني كلمات بصراحة بتضايق أني أنا أحكيها لأي طفل، رح يطلع ورح يحس حاله، رح يضل عايش وهو مؤمن بأنه غبي. التعزيز الإيجابي ونبعد عن العقاب، دائما نعزز ابننا، نحفزه، نشجعه، نحط له ستيكرز، نرسم له قلب مثلا، هاي الأشياء كتير بتشجع الطفل على إنه يؤدي الواجب المدرسي في البيت، يعني لحتى يكسب المزيد من الثناء أو المزيد من التعزيز. استشارة المعلم في الوقت المناسب، يعني أنا لازم أكون حاسة وعارفة الوقت اللي أستشير فيه معلم ابني. لما أحاول إني أشرح له الدرس ما استوعبه مني، حاولت مرة تانية تالتة، لابد إني أستشير المعلم لمعرفة السبب أولا. ثانيا في نقطة كمان مهمة كتير، حتى ما تختلف طريقتي عن طريقة المعلم، وخصوصا في مادة الرياضيات. يعني بعض الآباء بفرض على ابنه طريقة تعلمها هو زمان في المدرسة وناسي إنه في كتير أشياء اتطورت وتغيرت في التعليم، لابد إني أنا كولي أمر أمشي عليها. يعني أنا لما بيجي ابني بسأله كيف المسألة علمتكم تحلوا هاي المسألة، فخلي الطفل هو اللي يشرح لنا كيف المس علمته انه يحل هاي المسألة. ومش خطأ اني انا استشير المعلم في الوقت اللي احس فيه انه
اللي أحس فيه إنه ابني حل الواجب مش بالطريقة المطلوبة أو مش بالطريقة الصحيحة. استشارة المعلم في الوقت المناسب مهمة جدا، وأنا أكيدة إنه المعلم رح يكون مرحب بهذا السؤال أو بهذه الاستشارة، وما أتضايق إذا ابني ما عرف يحل الواجب، لكن أبعث للمعلم أتواصل معه بأي طريقة لأبلغه بذلك، وهو رح يتصرف مع الولد وهو اللي رح يرجع يعيد المطلوب منه المهمة المطلوبة حتى يؤدي الواجب.